في المقدمة الناس اللي نزلت يوم 25 يناير ميدان التحرير كانوا طلاب إعدادي وثانوي وجامعة ولسه متخرجين من الجامعة وأكبر سنة، بس العدد الأكبر عن طريق طبعا شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر و و و هم دول اللي نزلوا في الأول، أول ناس نزلوا ميدان التحرير. الناس دي رجعت تاني، شباب في الثانوية العامة رجعوا تاني يوم الأربع اللي فات بس، وعملوا وقفة احتجاجية قدام وزارة التربية والتعليم، والأول مرة أشوف وقفة احتجاجية خاصة. يعني ما بتطالبش بقى إيه إن أنا المرتب بتاعي لازم يزيد أو الحوافز بتاعتي لازم تقل أو بطالب يعني خاصة مادية، لا، لقيت طلاب الثانوية عامة بيطالبوا إن التعليم يتغير، التعليم يتطور، وقفة مختلفة. النهاردة على فكرة هينزلوا برضو في ميدان التحرير ويعملوا وقفات إذا كانت في وزارة التربية والتعليم أو وبرضو مصرين إن إحنا لازم نطور. على فكرة معايا ضيوف بتوع النهاردة دول اللي هم بيعملوا وقفات خاصة بثانوية عامة كانوا موجودين يوم 25 يناير ويوم 28 يناير في ميدان التحرير. معايا مصطفى صبري أحد منظمي المسيرة وطالب بالمدرسة السعدية الثانوية. أهلا بحضرتك. ومصطفى صادق، اتنين مصطفى، مصطفى صادق أحد منظمي المسيرة وطالب بمدرسة الجسويت العائلة المقدسة. أهلا. صباح الخير. صباح النور. نهاركم سعيد. مشرفينا ومنورينا ومشرفين ومنورين كمان كل طلاب الثانوية العامة في مصر. أنتوا عايزين إيه؟ إحنا عايزين التعليم يتطور، إن التعليم ده مش هيفيد حاجة في البلد ومش هيقدم حاجة ولا هيأخر حاجة تاني. لو كده التعليم فاشل، مش بيأدي المطلوب، مش هيخرج جيل يقدر يبني مصر. فاحنا عايزين تعليم يقدر ما يمشيش على الحفظ بس، تعليم يبني المعلومة ما يهدش أفكار، تعليم عايزين يعني يبني مستقبل جيل طالع جديد. احنا تعودنا خلاص على التعليم الفاشل، فاحنا مفروض نعمل على التعليم، نشتغل على التعليم الجديد، نطور التعليم. مصطفى انت شايف وانت في ثانوية عامة عندك فكرة ازاي ممكن تطور التعليم؟ ولا انت بتطالب بس انك انت يا جماعه بصوا لنا في موضوع التعليم ده وشوفوا لنا حل؟ لا، في افكار. يعني انت عندك دلوقتي كميه الاحداث اللي حصلت في مصر خلال اعوام 18 اللي فاتوا او ال 20 اللي فاتوا، ولا حاجه موجود منها في المنهج. الاحصائيات قديمه، على الاقل يعني يجددوا المنهج، يعملوه بطريقه ان هي تبقى محببه للطالب انه يحب يتعلم. يعني عايزين الولد يحب، الطالب يحب ان هو يبقى نفسه يبقى يكون طالب العلم، ما يكونش قاعد كده ده مفروض عليا انا هتعلم، انا هخش الامتحان اكتب اللي انا اكتب اللي فاكره وتاني يوم انسى كل حاجه. احنا عايزين حاجه دي تبقى فعلا معلومات قيمه، مش معلومات قديمه وخلاص انا عرفت المعلومات القديمه دي وهنساها وهفضل انا اعيش بقى ما عملتش حاجه، ما عملتش حاجه في المدرسه. مصطفى انت مصطفى صادق صح؟ مظبوط. مصطفى انت كنت في ثوره 25 يناير. مظبوط. احكي لي سريعا انت عملت ايه؟ هي اولا هي ثوره 25 يناير لسه ما انتهتش، هي لسه شغاله. تمام. وسريعا انا نزلت من يوم 25 يناير وبنزل، كنت بنزل من ساعتها كل يوم، وبيتنا اخر 3 4 ايام مع عيلتي وبس. مصطفى. ولسه لسه شغالين يعني من الاعتصام وكل كل كل ونازلين النهارده كلنا تاني عشان لسه المطالب ما اتحققتش. مصطفى صادق بقى. مصطفى صبري. صبري؟ صبري مش صادق. انا اسف. صبري. انت نزلت يوم 25؟ لا انا كنت عارف ان في حاجات في مشاكل في التحرير حاصله في التحرير من يوم 25، وبعد كده على الفيس قبل يوم قبل الخميس بالليل قبل ما يقطعوا النت عرفت في 28 جمعه غدا. فنزلت ورجعت على طول، يعني ما كملتش كتير، فعرفتهم في البيت فكانوا مش موافقين بالمبدا ده. بعد كده عرفتهم في البيت يوم الاحد، خدت والدي ونزلت، وبعد كده ايه فهمتوا الدنيا ماشيه في التحرير ازاي، ان كان هم معتمدين على التلفزيون. فالتلفزيون ما كانش موضح لهم الصوره الحقيقيه، كان لازم ينزلوا التحرير. وبعد كده نزلنا وقعدنا مع الناس. انا بيت فيه يومين بس مش كل الايام، كنت بنزل وبروح. مصطفى ومصطفى، اتنين مصطفى، انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ على الفيس تويتر. على الفيسبوك وعلى تويتر. ولما اتعرفتوا على بعض ابتديتوا تفكروا في موضوع ال 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 الحركه او حركه طلاب الثانويه العامه من اجل التغيير، يعني ابتدت ازاي؟ ابتدت ازاي الفكره ان كنتوا تعملوا الحركه وتبقى في شباب منضم ليكوا ان كنتوا تبتدوا تعملوا وقفه؟ يعني ابتدت ازاي؟ احنا شخصيا لو ابتدينا طلاب من اجل التغيير كنا فاكرين ان احنا لوحدنا، والحمد لله يعني لقينا ناس على الفيسبوك شغاله معانا، ناس بتطالب بتغيير التعليم، ولقينا ان احنا فعلا مش لوحدنا، فابتدينا نتواصل كلنا مع بعض ونتقابل مع بعض في وسط البلد في ايا كان، وابتدينا نتكلم مع بعض ولقينا ان احنا تقريبا اهدافنا واحده.
فنسبيا عملنا مع كذا حركة ان احنا بنسعى نعمل حاجة تلف طلاب المدارس. تمام. صبري، انا هقول صبري وصادق بقى. اوكي، هو مصطفى ومصطفى وصاد وصاد برضو. حلو. صبري، انت عايز تعمل ايه بخصوص، لان انا عارف ان كنتوا كان في علاقة ما بينكم وما بين الائتلافات الخاصة بالمعلمين. صح. لما بتقعدوا مع بعض، الائتلاف الطلبة الثانوية عامة وائتلاف الطلبة المعلمين، حاجة شياكة قوي على فكرة يا جماعة، ان ائتلافين كده بيقعدوا مع بعض يتناقشوا في مطالبهم هما الاثنين، حاجة شياكة قوي، حاجة ديمقراطية جميلة جدا ان مصر بتشوف ولادها بالشكل ده. بتقعدوا تقولوا ايه مع بعض؟ هو احنا ما اجتمعناش بيهم الا مرتين بس. ما حلو، كويس. انت عمركم ما كنتوا بتجتمعوا على اي حاجه. هو يوم السبت احنا كنا متضامنين مع المعلمين في مطالبهم، ان عشان المعلم يكون واخد حقوقه كلها هيدي الطالب حقوقه، مش المعلم هيخش يشرب الشاي ويخرج من الحصه كده، ما هو كده ما بيعملش حاجه. فنزلنا تضامنا معاهم يوم السبت علشان خاطر الوزير يلبي حقوقه. نعم. عشان خاطر هو المعلم هو اساس كيان التعليم كله. فهو اللي هيعمل التعليم. المره الثانيه اعلنوا فيها ان هم هينضموا لنا، بس كان احنا ما اسرعناش في التنظيم شويه، فهم اجلنا، يعني مش اجلنا، وقفنا يوم شويه، نزلنا وقفه احتجاجيه وننزل وقفه احتجاجيه تاني. نعم. بس هتبقى بالعدد الكبير كله اللي احنا قلنا ان هو هينزل الحركات كلها. في قوه سياسيه اعلنت ان هي هتنزل في يوم ده، بس احنا وقفنا معاهم التنظيم عشان خاطر اليوم ما كانش متنظم كويس. انا سؤال للاثنين، انتوا دلوقتي في ثانويه عامه صح؟ مظبوط. ثانيه ثانوي واولى ثانوي كنتوا بتاخدوا دروس خصوصيه؟ نعم. تاخد دروس خصوصيه؟ صاد. مظبوط. طيب ليه بتاخدوا دروس خصوصيه؟ عشان احنا في المدرسه انت المنهج اللي انت بتتعلمه بالذات مثلا الدراسات الاجتماعيه انت بجد بتحفظ، ما بتفهمش بتحفظ، لازم تحفظ حاجات كلها، يعني مش محطوطه، انت بتحط معلومات، الزق معلومات، يلا حط معلومات زود، فانت محتاج حد يعيد على الدرس ده مليون مره، المدرس يقعد معاك يقعد يحفظك، المدرس يكون بيعرف يحفظ من الاخر، فانت بتختار المدرس اللي تاخد معاه درس خصوصي انه يكون بيعرف يحفظك بس. دي الفكره. وفعلا ساعات بتلاقي مدرسين مش يعني مش اكفاء، مش 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 كويسين قوي ان هم في الشرح ممكن، فساعتها الواحد بيتطلب انه ياخد درس. فلكن لو كل وممكن المدرس ما بيحبش يدي كل حاجه عنده في المدرسه عشان يحب مثلا انه ياخد درس مثلا، يخلي التلميذ اللي عنده ياخده دروس. وساعات بيبقى في مثلا حاجات استقصاد، يعني عارف اللي هو لو ما خدتش معايا درس انت مش نمرك مش تبقى كويسه. انت شفت ده؟ شفت ده في المدرسه عندك. انت في مدرسه الجزويت. ساعات كان بيحصل. بس انا حاليا دلوقتي انا قلبت نظام الثانويه عامه عشان انا زهقت منه. وبطلت نظام الثانويه عامه، ودلوقتي انا في حاجه اسمها البكالوريا الفرنسيه، انا بتعلم دلوقتي زي نظام فرنسا على الاقل بنفكر فيه. طيب وانت لسه اللي في الحكومه تمام السعوديه، بتاخد ليه درس في الثانويه عامه او في ثانيه ثانوي اولى ثانوي؟ المدرس ما كانش بيخش يعمل حاجه، يعني ما كانش بيخش يشرح خالص. امال بيخش يعمل ايه؟ بيخش يقعد عادي. مش كل المدرسين برضو، يعني كان في مدرسين بتخش تشرح، في مدرسين ما بتخش. المدرس اللي بيخش يشرح مش بيديك المعلومه كامله، وانت مطلوب في الامتحان ان انت تجيب نمره عاليه، فلازم تروح لمدرس بيحفظ ومش بيفعل، يعني ما بيعتمدش على نسبه الفهم، تبعد على التحفيظ وخلاص. حتى الكيمياء ما كنا بناخدها كان حفظ، المعادلات المفروض ان هي فهم وبناخدها حفظ عشان خاطر تخش الامتحان تجيب درجات عاليه. وهي دي المشكله في مصر عندنا، هو مش بيبني لك معلومات، هو بيبني لك افكار معينه حاططها في مربع صندوق محدد، تحفظها تخش الامتحان خلاص انساها. مدارس الجزويت او السعوديه دول المفروض مدارس يعني بيجيبوا ارقام كويسه والناس بتتخرج منها حاجه، يعني يعني طلبه شاطرين يعني. طب يعني عايزين يعني هل تعلم ان في انت عندك مثلا في مدرسه السعوديه دي كام طالب في الفصل؟ في الفصل عندنا 75. 75 بس بيحضر ده في ثانيه ثانوي؟ ده في ثالثه ثانوي. ده في ثالثه ثانوي 75. بيحضر منهم كام؟ اربعه بس. بيحضر منهم اربعه بس؟ طب وفي ثانيه ثانوي؟ في ثانيه ثانوي؟ في ثانيه ثانوي كان الفصل حاجه و50. بيحضر منهم كام؟ كان بيحضر منهم 10 مثلا. ده في اول السنه، يعني مش كله، عدى السنه دي في اول السنه محدش بيحضر خالص. هو ايه مفيش غياب وحضور وغياب والكلام ده؟ في ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي مش بيدق عليه قوي، يعني اللي هو خلاص عادي براحتك. في المدرستين. كويس. وانت برضو انت كام طالب في الفصل؟ احنا على حسب، بيبقى في فصول 25 26 30. يعني الفصل اللي فيه 25 والفصل اللي فيه 75 بيعاني من نفس المشكله. مظبوط. يعني الموضوع مش موضوع تكدس طلبه في المدارس.
انتوا عارفين ان في طلبه في في فصول في جمهوريه مصر العربيه فيها 120 تلميذ؟ عارفين. طب هل يعني ما انا مش عارف اسال السؤال حتى، يعني انا يعني المفروض انا كنت قاعد مع اساتذه هنا معلمين ليكوا او لغيركوا يعني، بيقول انا برضو من ضمن الاسباب ازاي ادرس ل 120 طالب ولا 75 طالب ووصل المعلومه ل 75 طالب؟ لا هو الحضور في ابتدائي واعدادي كده، العدد ده بيحضر في ابتدائي واعدادي. مبدأ من اولى ثانوي، بدايه من ثالثه اعدادي بالظبط ما حدش بيحضر، يقول لك شهاده ما فيش اعمال سنه خلاص. يعني ايه ما بيحضرش؟ طب هم الناس دي يعني هم بيعتمدوا على الدروس الخصوصيه اللي في البيوت وخلاص. بس اذا كان المدرسه عندك ولا 25 طالب ولا 75 طالب بالظبط. بس احب اقول لك طب انت بتحضر؟ انا دلوقتي بحضر عشان انا بكالوريوس فرنسيه، يعني مش ثانويه عامه. انا قلبت ثانويه عامه، بس اعرف ناس عندي اصحابي في المدرسه يعني ماشي فاكس النهارده اروح اليوم ده، مش هروح اعمل ايه النهارده مش عارف، مع هاخد عندي درس الساعه 10 الصبح، لا مش هروح المدرسه خلاص. بس احب اقول لك كل ده ان احنا يعني احنا عندنا مناهج وحشه قوي، احنا عندنا مناهج بتعلم يعني حد واحد صاحبي اسمه احمد مالك برضو معانا في طلاب من اي تغيير، قال لك ان احنا عندنا المناهج بتعلم الانظمه بتاعت البلاد، مش بتتكلم عن الشعوب، بتتكلم عن انظمه. يعني الشعوب احنا عايزين نعرف عن الشعوب، عايزين نتعرف عليهم اكتر، عايزين نعرف عن الانظمه بس. فاحنا عندنا يعني نظام تعليمي شنيع. طيب هو فلت قال لك انا النظام رحت للفرنساوي وعايزين نظبط الحياه بشكل مختلف. لا انا كنت في خاصه ودخلت حكومه. كان برضو مشكله كده ودخلت حكومه. وهو انا بخش المدرسه بخش اعمل ايه؟ طابور مدرسه ما بحضروش، دي اول حاجه. ما فيش طالب ممكن يحضر 6:30 الصبح دي خالص. ليه؟ ايه؟ ليه؟ كده هينزل يعمل ايه من 6:30 الصبح؟ طابور ما بيفيدكش باي حاجه. ما بيفيدكش في اي حاجه. ما لاقي 6:30 7 الا ربع. ما فيش تحيه تعلم. لا في تحيه تعلم ماشي. ما الطابور مش بيفيدك بحاجه بعد كده، انت بتحيي العالم وخلاص. طب بعد كده ما فيش. تمام. المدرسه تخش جوه مش كل المدرسين بتشرح. وفي ما بيحضروش. انت الفصل اللي انت فيه بتقول لي 75 طالب صح؟ والفصول الثانيه هم كام؟ كده في على فكره في ثالثه اول ثالثه ثاني لغايه ثالثه كام انت عندكم؟ لحد ثالثه 24. ما شاء الله ثالثه 24. وفي اكتر من كده بس انا مش فاكر يعني. ما شاء الله. طب يعني الثلاثات دي بقى كلهم 75 برضو؟ وفي ازيد من كده. حلو. احنا عندنا في مباني مش شغاله خالص. كل ليه عشان خاطر اتعملت واتجددت. الوزير فتح، جه المفروض ان هو يجي يفتح. جه فتح. في المدارس قال لك لا لسه شويه. فانت لم المدرسه كلها في ثلاث مباني. تمام. وسايب المباني الثانيه. بقول لك يا مصطفى، هو المدير بتاع المدرسه عندكم في يعني المدرسه الحكوميه او المدرسه الجزويت، لما يسمعوكم دلوقتي وانتم بتتكلموا على الهوا دلوقتي ممكن يحصل لكم مشكله؟ لا اشك ولا